بالنسبة لفيروس كورونا، الحمد لله اللي رجعت الأمور تدريجيا من 1300 حالة إلى ما يقارب 520 حالة، فالشكر لله والشكر كذلك لكل من ساهم في انخفاض هذا العدد. بالنسبة للحياة الاقتصادية، أعتقد أن الأمور ماشية والميزانية تاع 2020 ربما ظهر باللي قاعدين في الطريق اللي سطرناه، يعني أن لا يمس أي مواطن ذو دخل ضعيف بضرائب جديدة. بالنسبة للأوضاع السياسية في المنطقة، في الجزائر قوية وأقوى من كل ما يظنه البعض. ما يجري حاليا كنا ننتظر فيه، ولكن الجزائر ما تزعزعش. ولا ناخذ مرة أخرى مقولة أو قول ولي الله الصالح سيد عبد الرحمن التعالبي: إن الجزائر في أحوالها عجب، ولا يدوم فيها للناس مكروه، ما حل بها عسر أو داق متسع إلا ويسر من الله يتلوه. بالنسبة للدخول المدرسي والدخول الجامعي، الحمد لله.